مسرحنا هذاك اليوم سلفتك 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 بعد كم يوم سامحتك 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 وبيتي صار هو بيتك بس طبعي ما أحب الكلام ما أحب الكلام وش اللي جاب هالسيرة ما عندك سالفة غيره وش اللي جاب هالسيرة ما عندك سالفة غيره ذكرت بس وذكرتك تذكر يوم أنا جيتك وهدية حلوة أهديتك بس طبعي ما أحب الكلام بس طبعي ما أحب الكلام عجيب أمرك علي تمل وتنسى كل شي في ماضيك ولا يغني ولا يسمن عطاك ولا اللي دوم عطيك يا جماعة اسمعني لا تقاطع حكيكم صار للشارع أجل ما تستحون انتو ترى ذا عيب منافع ترى ذا عيب منافع وحن أخوان ما تدرون إيش معنى نكون إخوان جسد وارواح فيه نكون ما يدخل بيننا شيطان أعوذ بالله من إبليس صحيح ودوم نتقاسم وعن واحد نشيل الهم وذا ينصح وذا يقبل وذا يحزن وذا بلسم على المغرم على المغنم نقول بصوت واحد تم على الطاعة على التقوى هنا نتعاون ونلتم هنا نتعاون ونلتم ما بين الأصحاب نكران ولا بين الأحباب معروف واللي له أحباب وإخوان ما عاشي في همي أو خوف ما عاشي في همي أو خوف واللي نسى بعض الأحيان يتفقد أخوه ويشوف معذور ما دام نسيان وتذكر وجاه مأسوف وتذكر وجاه مأسوف صحيح ودوم نتقاسم وعن واحد نشيل الهم وذا ينصح وذا يقبل وذا يحزن وذا بلسم على المغرم على المغنم نقول بصوت واحد تم على الطاعة على التقوى زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.